ينضم إلينا من أبو ظبي علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي. أهلا بك. وينضم إلينا من القدس الدكتور شاؤول يناي، المحاضر في الجامعة العبرية في التاريخ والدراسات الإسلامية. أهلا بكما. وأبدأ مع ضيفي من أبو ظبي. طبعا دكتور، إذا ما تحدثنا سيد علي عن هذه الأوقات وهذه المرحلة الجديدة في العلاقات ما بين إسرائيل و طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة، استمعنا إلى تصريحات إن كان من الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي في مطار أبو ظبي، لم نستمع إلى رسالة الإمارات في هذا اليوم، ماذا تقولون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخت ميسون، اليوم بالنسبة للإمارات يوم سلام بامتياز. الإمارات اليوم حققت إنجازين كبيرين على صعيد السياسة الخارجية في أنها دولة سلام وتسعى سلام. أولاً باستقبال أول وفد رسمي إسرائيلي على أرض الإمارات في العاصمة أبوظبي، والثاني بتوقيع اتفاقية السلام السودانية بين الحكومة والمعارضة بوساطة إماراتية. فنحن اليوم في الإمارات حكومة وشعبا نفخر الحقيقة بأن هذا اليوم 31 من أغسطس سيدخل التاريخ من ناحية أن الإمارات أنجزت في طريق السلام وفي بناء السلام. بالنسبة لما يتعلق بالموضوع العلاقة الإماراتية الإسرائيلية، نحن الحقيقة هذا الأمر، العلاقة هاي ننظر لها، هذا السلام ليس بالمفهوم التقليدي الشائع، نحن ننظر إلى أن هذا سلام التعايش، سلام ليس للإمارات وإسرائيل فقط، بل سلام للمنطقة بأسرها ولشعوبها قبل حكوماتها. نحن الحقيقة نسعى من خلال هذه الاتفاقية السلام إلى أن نفتح آفاق جديدة، ليس في العمل السياسي وإنما في العلاقات بين الشعوب، لأننا نحن نريد أن ننشر السلام في كل مكان، نريد أن تنعم شعوب المنطقة بأسرها بالأمن والأمان والازدهار، وهذا لن يتحقق إلا إذا عملنا كلنا كيد واحدة وتبنينا السلام كنهج لنا كلنا، وأن لا نقصي أي شعب من هذا الأمر. ولهذا اليوم أنا أعتقد اليوم تاريخي، نحن في الإمارات قيادة وشعبا نفخر فيه، وسنعمل حقيقة كل ما ذكرنا وتحدثنا عنه اليوم، أحلامنا وآمالنا وما سعينا إليه يتحقق على الأرض الواقع بخطوة عملية، بهبوط أول طائرة إسرائيلية بزيارة رسمية على أرض الإمارات في أبو ظبي. دكتور شاؤول، معنى السلام بالمفهوم الإسرائيلي وخصيصا فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، الأولويات بالنسبة لإسرائيل الآن؟ Yes sir. Okay. Shalom from Israel. سلام من إسرائيل. توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات كان حلم بالنسبة لكثير من الإسرائيليين، فقد كان حلم لي، وقد كتبت كتابا حول دول الخليج، وهذا السلام سيسعدنا وسيكون سلاما بين أمتي الإمارات والشعب الإسرائيلي. طيب دكتور شاؤول، حلم الإمارات وحلم بالنسبة لدول الخليج، بس كان في مبادرة عربية متفق عليها من قبل الجميع مطروحة على الطاولة. المبادرة العربية في الواقع السلام الذي كان في قمة بيروت في 2002 كان بالاعتراف كامل واعتراف بحدود 67. لم توافق إسرائيل في ذلك الحين بسبب دواعي أمنية وأسباب أخرى، ولكن ما كان يدعى بالسابق السلام بين إسرائيل والخليج ودول الخليج العربي كان في السابق حلما، لكنه الآن أصبح حقيقة.
طيب دكتور نعيمي، أعود إليك للحديث عن هذه الخطوة وهذه الاتفاقية. خلال حوالي الأسبوعين منذ الإعلان الرسمي حتى الآن هناك تحركات كثيرة فيما يتعلق بالبروتوكولات أو الاتفاقيات التي يجب توقيعها، ومنها طبعا وصول أول طائرة تجارية رسميا إلى دولة الإمارات. التوقيت هذا بناء على جدول زمني معين من أجل التوقيع على الاتفاق الرسمي بواشنطن أو لا؟ شوف يا اخت ميسون، نحن اعتدنا في الامارات لدينا قياده يعني مثل ما يقولون يعني عمل الغد تريد ان ينجز بالامس، وتعمل يعني بسرعه عاليه جدا، ولما تتبنى مشروع تضع له الحقيقه ممكنات النجاح وتتابعه بجديه، ومثل ما يقال يعني قياده الامارات اذا قالت فعلت. فالتزامنا بيوم بإعلان ما ورد في الاتفاق يوم 18 أغسطس فتح آفاق جديدة تبنتها الإمارات بكل قوة وبكل وضوح وبكل شفافية حتى قبل التوقيع الرسمي للاتفاقية. وهذا يظهر أولا جدية الإمارات، التزام الإمارات، حرص الإمارات، وأيضا يبرز شيء آخر الحقيقة، ليس فقط الالتزام الرسمي وإنما أيضا التفاعل الشعبي اللي وجدناه في الإمارات يثبت أن نحن في الإمارات دولة تنشد السلام، شعب يتعطش إلى السلام، شعب يؤمن بالتعايش، يؤمن بالتنوع، ويسعى إلى نشر القيم، قيم التعايش في المنطقة وفي العالم. ولذلك لما وجد فرصة اغتنمها وسعى في استثمارها الاستثمار الصحيح. طيب بحسب ما فهمنا أن دولة الإمارات طلبت أن تفصل الملف الأمني عن الملفات الأخرى المتعلقة بالدبلوماسية، المتعلقة بالسياحة، المتعلقة بالاتصالات، وبالتالي بناء عليه تم إلغاء حضور الوفد الأمني إلى الإمارات، إلى أبوظبي تحديدا اليوم. لماذا وهل هذا صحيح؟ لا، هو ما تم إلغاء، لا هو ما تم إلغاء، هي ترتيبات الحقيقة، ترتيبات. والعمل اللي الحديث ليس عن قضية أن نحن إلغاء أو تأجيل الملف الأمني، لا، الحديث أن هناك مجموعة من الملفات، وبالذات الملف السياسي قد تكون في بعض القضايا توافق في وجهات النظر، بعض القضايا يكون فيها اختلاف وجهات نظر. يجب أن لا نجعل اختلاف في الملف السياسي عائق أمام العمل في الملفات الأخرى، لكن الإمارات جادة وستعمل في مختلف الملفات بما يخدم مصالح البلدين ومصالح المنطقة وشعوبها. طيب إذا ما عدت إلى دكتور شاؤول، الأولويات بالنسبة لإسرائيل الآن، هل وخاصة أنه في موضوع مشترك كبير جدا في منطقة الخليج ما يجمع ربما وكان الدافع الأساسي إذا ما صح التعبير، وهو إيران والموقف من إيران، أولويات إسرائيل والفصل بين الملفات، هل هذا يتناسب مع ما تريد إسرائيل أو لا؟ إن موضوع إيران قضية مهمة لإسرائيل وكذلك لقيادات دول الخليج العربي. عندما ننظر إلى الخارطة فنحن أمام تواجد استراتيجي لإيران منذ عهد صدام حسين وإطاحة النظام العراقي. منذ ذلك الحين نرى انتشارا وتوسعا لإيران، وهو يشكل تخوفا في المنطقة، ونحن في حرب ضد إيران منذ الثورة الإيرانية في 79، وكذلك هناك حربنا في قطاع غزة. إيران تدمر كل شيء وتشكل تهديدا ليس لنا فقط ولدول الخليج، بل
هناك من يتسللون من إيران إلينا عبر قطاع غزة وعبر لبنان، وأيضا تشكيل إيران تهديد لدول الخليج في اليمن. النظام الإيراني وليس الأمة الإيرانية، لا أتحدث عن الشعب، بل النظام الإيراني هو عدو لمعظم الدول المعتدلة في منطقة الشرق الأوسط، ونحن نحاول احتواء إيران على الرغم مما يتم وتقوم به السعودية في اليمن، وما يتعرضون له من الحوثيين في اليمن وكذلك تغلغلهم عبر قطاع غزة. هم يحاولون أن يكونوا قوة عظمى في المنطقة، ولا نستطيع أن نسمح لذلك بالحدود. طيب، وهذا يدفعنا للتساؤل عن الجانب الأمني المتوقع بحال تم أي تنسيق ما بين البلدين، نتحدث عن إسرائيل وعن الإمارات العربية المتحدة، في أي من النقاط التي تحدثت عنها والمشكلات التي تحدثت عنها والأزمات يمكن التنسيق؟ إن الإمارات لا تحتاج إسرائيل لأمنها، بل لديها جيش متقدم وكذلك علاقات استراتيجية جيدة مع الولايات المتحدة ودول الخليج الأخرى، ولن تحارب إسرائيل إيران على أرض إماراتية، فهذه ليست القضية الرئيسية، بل ما نستطيع فعله هو التنسيق في قضية كبرى وهي الحرب على الإرهاب، وفي هذه المنطقة الإرهاب يعني إيران، وفي كل مكان تورطت فيه إيران من عراق وسوريا ويمن الشعوب تعاني والشعوب تنهار دولها بسبب التدخل الإيراني، ودول المنطقة الأخرى كلنا نريد ازدهارا وسلاما وأمنا، لكن إيران تريد أن تغير أنظمة دول الشرق الأوسط كاملة بحيث تصبح منسجمة مع العقيدة الإيرانية. وهذا اتفاق السلام لإيجاد وجبهة موحدة ضد الإمارات، ضد إيران. ضد إيران. دكتور علي، هل توافق في هذه النقاط والإمارات قادرة على التعاطي مع الملف الإيراني بشكل كامل وجبهة واحدة عندما إسرائيل تتحدث عن ذلك تنظر إليها بطريقة، ولكن ماذا عن الإمارات، كيف تنظر إلى هذه الجبهة؟ أولا، العلاقة الإماراتية الإسرائيلية هي جبهة سلام وليست جبهة حرب، وتوصيفها بأن هاي اتفاقية أن اتفاقية سلام بين الإمارات وإسرائيل هي موجهة ضد إيران غير صحيح، بل نحن من خلال هذه الاتفاقية لا ملف يجمع دكتور علي معلش احنا عم نقول ملف يجمع بعض الدول منها دول الخليج المهددة من قبل إيران والتدخلات، بعدنا عم نسمع عن الطائرات المسيرة المدعومة إيرانيا على يد الحوثيين، وبالمقابل أيضا الإمارات وموقفها عندك طنب الصغرى طنب الكبرى أبو موسى، أيضا يعني عندك أراضي محتلة من إيران بالنهاية. بيسون سأكمل، أعتقد أن نحن بدأنا باتفاقية سلام، فرصة للقيادة الإيرانية لمراجعة مواقفها وسياساتها وتدخلاتها في المنطقة ودعمها للتطرف وللإرهاب وللاصطفاف الطائفي. نحن الآن نوفر مرحلة جديدة للمنطقة من ضمنها أيضا لإيران، أن آن الأوان أن تتوقف إيران عن دعم الإرهاب، عن دعم التطرف، عن نشر الاصطفاف الطائفي، عن التدخل في شؤون المنطقة، وعن نشر خطاب الكراهية. هذه فرصة للقيادة الإيرانية لمراجعة أولوياتها والاهتمام بمصالح الشعب الإيراني اللي هو أكبر ضحية لهذا النظام الإيراني. فيما يتعلق بالإمارات، الإمارات موقفها
موقف أنها تريد سلام في المنطقة، تريد سلام إقليمي، لكن الإمارات قادرة على الدفاع عن أمنها، قادرة بذاتها، قادرة بتحالفاتها مع الأصدقاء، وقادرة بتحالفاتها الدولية أيضا. هذه كلها تشكل منظومة متكاملة. لكن أنا لا أريد أن يفهم الناس أن نحن نريد توظيف اتفاقية سلام لمجابهة إيران. هي اتفاقية سلام تدعو الجميع لتبني نهج السلام والدعوة إلى السلام والدخول الحقيقة في مبادرة سلام للمنطقة كلها. نحن نريد كل شعوب المنطقة أن تنعم بسلام. طيب دكتور علي، قبل أن ننهي لا يمكنني إلا أن أسألك عن رد الفعل الفلسطيني. السلطة الفلسطينية كان قاسم بعد الشيء بالنسبة للاتفاقية ما بين إسرائيل والإمارات. كيف تنظرون إلى رد الفعل؟ على أساس عتب من المحبة، على أساس ضرب الحبيب زبيب، أو لا هذا غير مقبول موقف الإمارات لو سمحت؟ شوفي أختي ميسون، أنا جلست قبل يومين، تواصلت معي شخصية فلسطينية فسألت سؤال، قلت له أنتم الفلسطينيون ماذا تريدون؟ قلت له نحن الآن لا نعرف ماذا تريدون، والعالم يسألنا شو المقبول لديكم؟ قال نحن المقبول حل الدولتين. قلت له طيب يا أخي، الإمارات اللي استطاعت الآن أن تقنع أولا الإدارة الأمريكية بإعادة موضوع حل الدولتين إلى طاولة المفاوضات، هذا مش مطلب من مطالبكم؟ قال طيب هذا نعم هذا مطلب. قال طيب هذا إنجاز لكم، أنتم تقولون لا نقبل أن تتفاوضوا باسمنا ونحن نتفق معكم، تعالوا اجلسوا مع الإسرائيليين وتفاوضوا معهم. لكن إطلاق الشعارات، استخدام الخطاب الديني وتوظيفه لأجندة سياسية، انتقاد الإمارات طيب من خلال منصات مشتركة مع تركيا ومع قطر اللي بينها علاقات مع إسرائيل، يعني هو ما يشوف السفير القطري العمادي ساكن في تل أبيب وكل يومين رايح جاي غزة، ما يشوف الطيران التركي والعلاقات التركية الإسرائيلية، ينتقد الإمارات اللي هي إيش؟ قدمت خدمة استراتيجية وتاريخية للفلسطينيين، أعادت إحياء مشروع حل الدولتين كحل قائم ووضعت على طاولة المفاوضات. على الفلسطيني الآن أن يجلسوا مع الإسرائيليين. طيب سؤال، سؤال الداعم لفتح وإعادة إحياء عملية السلام، موقف مصر أو موقف الأردن وهي دول مضت اتفاقيات مع إسرائيل كان دائما متمسك بالثوابت الفلسطينية بحق العودة وغيره، هل لازلتم تتمسكون بذلك؟ بمعنى الموقف العربي لازال كما هو؟ الموقف العربي كما هو ونحن مع الإجماع العربي طيب، لكن لنقول نحن الإجماع العربي ليس بإطلاق بيانات وشعارات. نحن ما نقوله الآن للأخوة والأشقاء الفلسطينيين، تعالوا اجلسوا تفاوضوا على مطالبكم وستجدون كل الدعم من كل العرب لمطالبكم. لكن أن نحن يعني أنا أقول لك، نحن الآن وجدنا في الشعب الإسرائيلي تفاعل وتجاوب منذ مقال معالي يوسف العتيبة، وجدنا لذلك المقال سدى طيب، وأدركنا أن التواصل المباشر بيفيدنا، بيفيد الشعبين، بيفيد المصالح المشتركة. والتواصل المباشر الحقيقة بخطاب يعلي من شأن السلام للجميع من قبل القيادة الفلسطينية سيفتح آفاق للسلام للإسرائيليين والفلسطينيين وللمنطقة بأسرها، وسيجدون كل الدعم منا ومن كل العرب ومن المجتمع الدولي. من أبو ظبي علي النعيمي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وأيضا من القدس كان معنا الدكتور شاؤول يناي المحاضر في الجامعة العبرية في التاريخ والدراسات الإسلامية، شكرا لكما.